أحب الجميع الذي حضروا فلم تسمعي وصفته. وكنا اليوم لأن اليوم ذكرى استشهاد الله حفظه الله وطال في عمره وقد رحب. احنا ما عد الله المراسي، احنا ما عد عن الله بعد ما قال لنا ما بشري كلمه، قلنا كلمته واحنا نتكلم باسمه. اهلا وسهلا ومرحبا الولد ولدنا والبنت بنتنا، وان شاء الله ان الله يجعل في دارك خير. واهلا وسهلا بالجميع بحرمه الفاتحه والفاتحه.